أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة. أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة. أتانا بهادي الكتاب المبين، فأحيا الأنام من الظلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نتحدث في هذا اللقاء المبارك معكم عن مروءة النبي صلى الله عليه وسلم. والمروءة لها تعريفات كثيرة. من معاني المروءة الشهامة والشجاعة وعزة النفس ومساعدة المحتاجين والوقوف مع المظلوم. هذه هي معاني المروءة التي سنتحدث عنها معكم في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل. مروءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمراً طبيعياً في شخصيته صلوات ربي وسلامه عليه قبل الإسلام وقبل أن يكون نبياً، وقد أثبتت له ذلك أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذلك عندما نزل جبريل عليه السلام في غار حراء لأول مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع صلوات ربي وسلامه عليه إلى خديجة رضي الله عنها وهو خائف، فقال: والله لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة رضي الله عنها: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل، أي تتحمل مؤونة اليتامى والأرامل والمساكين، وتكسب المعدوم، أي أنك تكسب من عرق جبينك، أي أنك تتكسب من عمل يدك. وأثبتت له كذلك: وإنك لتقري الضيف، أي تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. فهذه الصفات من المروءة التي كان يتصف بها رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وقبل البعثة النبوية. ومن مروءته صلى الله عليه وسلم في زيجاته عليه الصلاة والسلام، فعندما تزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، عندما تزوجها كانت قد مات زوجها وعندها 6 من الأبناء، وكانت متقدمة في السن ولم تكن ذات جمال ولا ذات حسب، وكانت المسلمة الوحيدة بين أهلها، وكان أهلها كلهم مشركين. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مروءة منه لإنقاذها من أهلها ولكفالة أولادها عليه الصلاة والسلام. وكذلك من مروءته صلوات ربي وسلامه عليه زواجه من صفية، صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، كان والدها سيدا في قومه ووالدتها كذلك سيدة في قومها، وبعد أن قتل والدها وأسرت وكانت من ضمن السبايا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنقذها من السبي وتزوجها صلوات ربي وسلامه عليه. ومن مروءته صلى الله عليه وسلم عندما بعث سرية إلى نجد فأسروا سيد اليمامة وهو ثمامة بن أثال، أسروه وأتوا به إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، فربط في سرية المسجد، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما عندك يا ثمامة؟
فقال ثمامة: عندي خير، إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني أن قومي سيثأرون لي، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال فسل تعطى منه ما شئت. ثم اليوم الثاني سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ فرد بمثل الجواب. وفي اليوم الثالث كذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما عندك؟ يعني ربما رأى من أخلاق الإسلام وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قد أحب أن يدخل في الإسلام. في اليوم الثالث كذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ فأجاب بمثل ما أجاب عليه في اليومين السابقين. هذا الرجل كذلك رغم أنه كان من المشركين، إلا أن عنده كان مروءة في الكلام، مروءة في الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلقه في اليوم الثالث. فخرج هذا الرجل ثمامة إلى النخل القريب من المسجد فاغتسل ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشهد الشهادتين. لم يدخل الإسلام وهو مربوط في سرية المسجد لكي لا يقول أنه دخل يعني مجبرا على ذلك، وإنما دخل الإسلام وهو حر طليق. ننظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بمروءة أفضل من مروءة هذا الرجل. هذا الرجل وهو سيد اليمامة عندما دخل الإسلام قرر أن يقطع المواد الغذائية عن قريش، فتضررت بذلك قريش ضررا كبيرا، فكتبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر ثمامة بأن يرجع إليهم هذه المواد الغذائية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة أن يرجع المواد الغذائية وأن يعيد تصديرها إلى قريش، مع أن قريش كانت ظالمة، قد حبست النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرته هو وأصحابه في شعب أبي طالب 3 سنوات، حتى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون أوراق الشجر من شدة الجوع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاملهم بالمثل، خوفا على الشيوخ وخوفا على الأطفال وخوفا على النساء. ومن مروءته صلى الله عليه وسلم أنه سمع صوت ذات ليلة في المدينة ففزع الناس إلى هذا الصوت، وفي الطريق وهم إلى مصدر الصوت فإذا بهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من مصدر الصوت، قد سبقهم فزعة إلى مكان الصوت، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان على فرس بدون سرج، وكان يحمل سيفه على عنقه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن مروءته صلى الله عليه وسلم ما ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يقول: إذا اشتد الوطيس كنا نحتمي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مروءته صلى الله عليه وسلم أنه في إحدى غزواته بعد أن جمع الغنائم وأخذ الأسرى والسبايا أمر ببناء عريش لهم حتى يستظلوا من حر الشمس. ومواقف كثيرة لا يسع المقام لذكرها عن مروءة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نحتاج إليها في هذا الزمان أشد الحاجة. نحتاج أن نكون أصحاب مروءة في التعامل مع الأهل والجيران والأصدقاء والأحباب وزملاء العمل وزملاء الدراسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مهتدين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة. أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة. أتانا بهادي الكتاب المبين،
فأحيا الأنام من الظلمة من الظلمة من الظلمة من الظلمة.